مش مجهود شخصي، ونطلع على بطولة العالم إن شاء الله. المجهود ده مش وليد اللحظة، مجهود ناس كتيرة جدا، بداية من الناس اللي قبلية والمدربين بتوع الأندية اللي أجهزوا اللعيبة، لأن كان فترة الأعداد قليلة جدا، فإحنا ما لحقناش برضك نجهز اللعيبة بالشكل اللي هو المطلوب، بالرغم اللي هم قدموا مستوى كويس. بس برضك أنا بشكر جميع مدرب الأندية اللي جهزت لنا اللعيبة دي في الدوري المحلي، وقدرنا إحنا في فترة 3 أسابيع نجهزهم عشان نلعب البطولة ونكسبها والحمد لله. الدعم المتواصل من الاتحاد المصري بقياده الدكتور سامح حمدي، شفته ازاي وهو على مدار البطوله موجود معاكم؟ معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي موجود معاكم، اعتقد ده كان اكبر رساله واكبر حافز. والله انا لازم اشكر الناس دي، معالي الوزير كان كل ماتش معانا، الدكتور سامح موجود معانا في الفندق، معانا في التدريبات، بصراحه موجود يشكر عليه، رئيس واعضاء مجلس الاداره كلهم، كابتن ابراهيم فخر الدين، الناس كلها النهارده مجتمعه على هدف واحد، وكل الناس فعلا اللي ربنا كرمنا بيه هو بسبب الحب اللي موجود المجموعه كلها، مش فرد ولا فردين، المجموعه كلها من لاعبين واجهزه ومجلس اداره، الناس اجتمعت لهدف، والحمد لله ربنا اكرمنا وحقنا الهدف ده عشان نفرح الناس ونفرح الجمهور ونفرح اسره الكره الطايره. يعني نقدر نقول على الرغم من المستويات المتفاوته، الكونغو ثم الكاميرون مباراه كبيره، النهارده مباراه المغرب ايضا مباراه كبيره، في الثلاث مباريات منتخب مصر هو اللي بيفرض اسلوب لعبه على الثلاث فرق. والله احنا الحمد لله معانا جهاز متكامل، معانا احصائي على اعلى مستوى، وعندنا مساعد مدرب ومدرب عام، قعدنا مع بعض وحللنا الفرق كلها الحمد لله التحليل، ومع تجهيز اللعيبه بالشكل اللي احنا عايزينه بنفرض طريقه لعب معينه على الفريق الخصم نشتغل بيها، وده نتيجه الاحصاء.